تلعب المساجد دورا جوهريا في توازن الحياة الاجتماعية لارتباطها بالجانب الروحاني، لذلك يحرص المواطنون بولاية عين صالح على بذل أموالهم وجهودهم العضلية لخدمتها ولتنظيم علاقة المواطنين بالمساجد. بناء وتسييرا عقد يوم دراسي بولاية عين صالح لهذا الغرض، يهدف أساسا إلى مرافقة أولا الجمعيات الدينية في إطار ديمقراطية تشاركية، وكذلك إلى شرح مضمون دفتر شروط النموذجي الذي هو أو يوضح المقاييس والمعايير التقنية والفنية في إطار التنمية المستدامة. كانت مداخلتي ضمن شقين أساسيين، الشق الأول وهو كيفية وشروط إنشاء جمعية دينية في ظل القانون 1206، بالإضافة إلى الشق الثاني المتعلق بإجراءات الإدارية لتمويل الجمعيات، بالإضافة إلى جمع التبرعات. احترام خصوصية الطابع العمراني ذي النمط المغاربي من أهم ما تحرص الجهات التقنية على توفيره بمشاريع مؤسساتنا الدينية، وهو ما يدعو أئمة المساجد إليه أيضا. استفحلت الظاهرة العشوائية في البنايات، جاء دفتر شروط هذا لينظم هذا الهيكل الهام على مستوى المدينة ألا وهو المسجد، وله قيمة روحية تربوية كبيرة في المجتمع، كذلك ينبغي أن تكون له هذه القيمة المعمارية والعمرانية. محافظة على بناء المساجد من الناحية المغاربية، يعني التراث المغاربي الأصيل، وكيفية بنائها. قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عين صالح اكتسى في السنوات الأخيرة أهمية بالغة، سواء من حيث إنجاز وترميم المساجد أو توسيعها، وهو ما انعكس بالإيجاب على النشاط الدؤوب للقطاع في عديد المناسبات.